كنا كلياتنا الشباب هيك، كنا بثانويه المأمون. سلم ايديك يا خالي رزان، مبين من شكلها طيبه. اكسريت وصحه وهنا. عالبك انت كل شيء من تحت ايديك يطلع طيب. حبيبي ام عبدو، مريني ام باسم. حبيبتي بنتك فاطمه قد ايه صار عمرها؟ 23 سنه، واجاها عريس من الباب وقال بده يسكنها بالباب كمان. الله يسامحك، لك ما عم بسألك على عمرها، ما بدي أجوز لك إياها. إيش بك أنتي؟ طلعي لقلك بناتك بسعر بناتي. الله يخلي لك إياهن يا رب. وبتعرفي مبارح كان عرس ديما بنتي، الله يفرحك إن شاء الله بفاطمة وكوسر يا رب. الله يسلمك روحي، وكمان كوسر أجاها من سنة عريس. بس لك يا أم عبدو، إيش بك؟ ركزي معي شوي. إيش الدنيا يعني، عريس راح وعريس أجا؟ إيه إيه معك أنا. هدول الغراض لبنتي ديما، والله جدد حتى في غراض ما استعملتهم ابدا ابدا، بقى اكيد بيجوا على قياس فاطمه. خطي حرام، خدي لي اياهم تفرح عليهم. روحي الله يسلمك ويخليكي ويحن عليكي يا رب يا بنت الاكابر. تسلمي تسلمي يا روحي، تسلمي حبيبه قلبي. ايش عم تاكل؟ شوكولاته لفت لي اياها الخاله رزان. شوكولاته بالخبزه؟ ايه 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 شوكولاته بالخبزه. وهي إلك خالة، ذوقيها كتير كتير طيبة. يسلموا إيديكي كلك ذوق. فكريته صحة وهنا. شلون عبود؟ طيبة. ألف لك وحدة ماما؟ لا حبيبتي يسلموا، لسه ما شربت القهوة. أم عبدو خد حبيبي هاد لإلك، تاكل منه أي ما بدك. تفضلي يا عمي. شكرا، الله يرزقك احلى رزونه بالعالم. يلا باي. ام عبدو تعي روحي خي هدول. لا ما في داعي. لا هدول زياده لانه اليوم عذبتك معي كثير. يسلموا، روحي الله يخلي لك شبابك ويحن عليك ويرزقك يا رب يا بنت الاصول يا بنت الاكابر. تسلمي. لا اهلين يا روحي، الله معك. الله يسلمك. وهذا الدكتور قال شيء جديد؟ ما في شي جديد، نفس الكلام اللي قالوه الدكاترة من قبل. لك بنتي قومي اعطيني ال 1500 ليرة، الزلمة عم بيستنى برا بدي احاسبه. الله يرضى عليكي قومي. ماما صرفتهم. وين صرفتيهم؟ هدول إلك، أنا ما عبش حد. أنا طلبت منك تلاقي لي شغل، ما طلبت منك تصرف علي. أو لقل لك شغلة، هي كمان حق وجبتي اللي أكلناها اليوم بالمطعم. بخاطرك عطيتهم لواحد محتاج. هي 1500، أعطيكي 500 الأخر؟ أي والله يا ريت، لأنه ديما ما معه 500. يسلموا إيديك الله يرزقك. شكرا. راح الدكتور؟ ايه راح. وفاء نحن ما ضل عندنا مصرات في البيت طاول. بعرف. ايمت بكره طالع على حلب؟ يعني الصبح بكير. ان شاء الله تجيب لنا اخبار كويسه. والله بيئة البيت ما هي اخبار كويسه،
وكمان انه نصمد ال 5000 ليره بال 100 وال 200 مشان ندفع للدكتور، كمان هي اخبار ما كويسه. وبلكي بعنا البيت من هون وتحررت حلب من هون، يعني نصفي بلا بيت؟ وبلكي نهد البيت نصفي بلا مصاري؟ هي حلب، حلب، حدا ببيع حلب؟ ما حدا قال انت عم بتبيع حلب، انت عم بتبيع بيتنا في حلب، عم بتبيع بيتنا لانه ما عاد نقدر ناكل ونشرب ومصاريفنا واجارات وادويه.